وشهد شاهد من أهله، حكومتنا تكذب وعلينا الاتفاق مع حماس. هذه التصريحات يائير جولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق. وقال يائير في مقابلة مع صحيفة معاريف إن مشكلة العملية البرية الحالية تكمن أن المستوى السياسي لا يوضح أهداف الحرب، وصفا تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت ليحيى سنوار بالقتل بأنها تصريحات غبية وغير ضرورية. وكأنه يرد على نتنياهو وما قاله في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته صباح اليوم، حيث قال: نحن مستمرون بكامل قوتنا حتى النهاية وحتى النصر وحتى تحقيق كافة أهدافنا المتمكنة في القضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تعود تشكل تهديدا على دولة إسرائيل في المستقبل. إذن تحية لكم مشاهدينا الكرام، وتغطية مستمرة من قناة يمن شباب بالعدوان الإسرائيلي والصهيوني على قطاع غزة، ونتابع آخر التطورات بمعية ضيوفي. ينضم معنا هنا في الاستوديو السيد جهاد أبو العيس، الكاتب والمحلل السياسي المعروف. مساء الخير سيد جهاد. أهلا بك، تحية لك وأشكر انضمامك معنا. كما ينضم أيضا معنا مباشرة عبر سكايب السيد عاطف الجولاني، المحلل السياسي المعروف وعضو أمانة الأمانة العامة في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. مساء الخير سيد عاطف. مساء الخير، تحية لك وأشكر انضمامك معنا سيد عاطف. إذا سيد جهاد، دعنا نبدأ بهذه التصريحات، تصريحات من الداخل الإسرائيلي، وكأننا نشهد فضيحة الآن. هل سقط العدو في الوحل جراء هذه التصريحات من الداخل؟ يعني لواء عسكري متقاعد إسرائيلي يتحدث عن غياب الاستراتيجية الحرب ويرد على نتنياهو اليوم من الداخل. يعني أنا أعتقد أن يائير جولان نائب رئيس الأركان السابق ليس الوحيد ولن يكون الوحيد الذي تحدث بهذه الخلاصة. هناك العديد من قيادات الأركان من المستوى الأمني العسكري، من الشباك ومن غيرهم، تحدثوا بأن الأهداف التي وضعها بنيامين نتنياهو في البداية كانت عبارة عن ردة فعل صادرة عن رأس حامي نتيجة ما جرى في 7 أكتوبر. بالتالي وصفت هذه التصريحات بأنها تصريحات فضائية، تصريحات لا يمكن تحقيقها على واقع الأرض. ونحن اليوم اقتربنا من اليوم 80، وقائع على الأرض تؤكد بصورة فعلية جدا أن هذه الأهداف لم تكن منطقية، لم تكن حقيقية، هي جاءت كردة فعل رئيسية على ما جرى في 7 أكتوبر. بالتالي هو تحدث بلسان الواقع، تحدث بلسان الحقيقة، تحدث بلسان ما يجري داخل قطاع غزة. أنا أعتقد أن يائير جولان وهو عسكري، هو يعرف ويقرأ ماذا يجري داخل القطاع من تحركات عسكرية، هي تتناغم أيضا مع تصريحات لسياسيين ليسوا عسكريين أيضا ذهبوا بذات الاتجاه. طبعا جزء من المسألة، حتى نكون موضوعيين في الحكم، جزء من المسألة هي خصومة سياسية مع بنيامين نتنياهو، والجزء الآخر هي قراءة عسكرية حقيقية فعلية لما يجري على أرض الواقع. وأعتقد أن الأرقام التي يتحدث بها الجيش الإسرائيلي يوميا من عدد الخسائر، وهنا نحن نتحدث بالرواية الإسرائيلية ولا نتحدث بطبيعة الحال بالرواية الحقيقية، تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي ذاهب باتجاه منحدر سحيق، لم يستطع حتى هذه اللحظة من تحقيق أي من الأهداف التي وضعها بنيامين نتنياهو، لا القضاء على حماس ولا إنهاء حكمها ولا سحق سلاحها ولا أي شيء من تلك الأهداف الرئيسية التي تحدث عنها. اليوم أصبحنا أمام شكل آخر من هذه الأهداف، هي أهداف النازل عن الشجرة الذي يتحدث بالواقعية. سبق وأن قال أن لا عودة لا صفقات لا هدن لا وقف لإطلاق النار. اليوم نتحدث، بنتنياهو نفسه تحدث قبيل إبرام الهدنة السابق على سبيل المثال أننا بإمكاننا أن نرجع الأسرى الإسرائيليين ليس بطريق القوة بل نستطيع إرجاعهم أيضا بطريق المفاوضات، وبدأوا يروجوا أن الهدنة كانت بسبب الضغط على حماس وحماس صحيح. وافقت بسبب هذا الضغط. أنا أعتقد أننا سنسمع في الأيام القادمة الكثير الكثير من هذه التحليلات التي تحدث عنها جولان وغيره، وسنذهب داخل حالة اشتباك سياسي وعسكري، ربما ستصل في نهاية المطاف للاعتقاد والتأشير بشكل كامل على أن بنيامين نتنياهو يزحف بهذه الدولة وبهذا الجيش لأطول فترة ممكنة داخل قطاع غزة، لأن اليوم التالي لوقف هذا العدوان سيعني بدء المحاسبة سواء لما جرى في 7 أكتوبر أو تداعيات الخلافات والانقسامات التي سبقت 7 أكتوبر والتي هزت الكيان الإسرائيلي مجتمعيا وسياسيا، وكان نتنياهو على رأس الأشخاص الذين ذهبوا باتجاه مسارات لا تخدم
أهداف الدولة الكاملة. بالتالي بنيامين نتنياهو هو يعرف أنه سحب عنه الغطاء، وأن اليوم التالي لوقف هذا العدوان تعني بدء المحاسبة، والمحاسبة ستعني ربما نهاية حلمه على كرسي الرئاسة. جميل، أهداف النازل من الشجرة. سيد جهاد، على ذكر المختطفين، يعني قبل أن ندخل إلى الاستوديو، يعني المتحدث العسكري لجيش العدو يتحدث أنه يعني اكتشفنا شبكة أنفاق بجباليا وانتشلنا جثث 5 من الجنود المختطفين، يعني ما زالوا يقتلون مختطفيهم جراء هذه العمليات العسكرية. انتقل السيد عاطف الجولاني، أيضا تعليقك حول هذه الفكرة، حول ما ذكره غولان عن يعني عدم وضوح لاستراتيجية الحرب حتى اللحظة، كما تحدث السيد جهاد، يعني غدا نكمل 80 يوم من هذا العدوان على قطاع غزة، وبالنسبة للأهداف الذي حققها العدو صفرية حتى اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن هناك أزمة لدى المستوى السياسي والمستوى العسكري بعد 80 يوما من بدء المواجهة. من الواضح ليست هناك استراتيجية، هذا ما يقوله يعني أمنيون عسكريون سياسيون إسرائيليون، أن هذه الحرب تدار بدون استراتيجية، الأهداف ليست واقعية. وهذا بالفعل ليس فقط المستوى العسكري، يهود أولمرت رئيس الوزراء الأسبق قال ذلك، قال الأهداف التي حددها نتنياهو منذ البداية لم تكن أهدافا واقعية. كذلك يهود باراك انتقد أداء رئيس الوزراء الحالي نتنياهو وطالب بتغيير الحكومة حتى في ظل استمرار المواجهة. أعتقد يعني على كل المستويات العسكرية والسياسية نسمع ذات الانتقادات أن أهداف الحرب ليست واضحة، هي تتغير. كان الحديث عن القضاء على حركة حماس، صح حركة حماس، اليوم بدأ حتى رئيس هيئة الأركان يستخدم مصطلح تفكيك حركة حماس، وأحيانا يتحدثون عن قضاء حركة حماس وإنهاء قدرتها على تكرار ما حصل في 7 أكتوبر. واضح الحرب اليوم هناك قناعة لدى الجانب الأمريكي وليس فقط على المستوى الإسرائيلي أن هذه الحرب تدار بدون استراتيجية واضحة وأنها بلا أفق، وبالتالي بعد 80 يوما ماذا ينتظر؟ يوم الإنتصار الإضافي، هل يستطيع تحقيق ما فشل خلال 80 يوما؟ الآن أعتقد هناك شكوك لدى الجانب الأمريكي بقدرة الجانب الإسرائيلي على تحقيق أهداف الحرب. الحديث اليوم يجري عن المرحلة الثالثة من قبل الإسرائيليين، يتحدثون عن خيار خفض مستوى العمليات القتالية. أنا في تقديري هذا يؤشر إلى تغيير في نمط العمليات، هو مؤشر لحالة انكسار، إدراك بأن هذه الحرب لا تحقق نتائجها، وبالتالي لابد من مرحلة انتقالية تفضي في نهاية المطاف للخروج من المأزق. نعم، جميل. انطلاقا من حديثك سيد جهاد وأيضا حديث السيد عاطف الجولاني بما يتعلق بالقضاء على حماس على المستوى الداخلي داخل الإسرائيلي، هل هناك تصدعات في هذه السردية الإسرائيلية على مستوى الداخل؟ كما تحدث يعني هناك أيضا يعني لا شك خلافات وانقسامات سياسية، وحتى أيضا هناك ضغوطات أهل المختطفين، ما هي قراءتك؟ هل هناك تصدعات في السردية الإسرائيلية على المستوى الداخلي؟ يعني أنا أعتقد أن هناك اتفاق داخل الكيان الإسرائيلي بغض النظر عن توجهات الأحزاب، سواء كانت يمينية متطرفة وسطية يسارية، الكل مجمع على ضرورة إنهاء حماس وإنهاء حالة حماس وعدم وجود حماس. وأنا أحيلك أستاذة أماني والمشاهدين إلى ما كان يقول إسحاق رابين، ونحن نتحدث عن التسعينات بطبيعة الحال، كان يقول أتمنى أن أصحو ولا أجد غزة. يعني هو حتى لم يقل مقاومة غزة، هو عن الإنسان الفلسطيني في غزة. فمن الواضح أن مشكلة الكيان الإسرائيلي في غزة ليس في مقاومتها فقط، المشكلة مع الإنسان الغزي، مع الطفل، مع الشيخ، مع المرأة، مع هذه الجغرافيا. بالتالي هذا ما يفسر لنا حرب الإبادة التي تجري حاليا. الموضوع ليس فقط ضد المقاومين، ليس فقط ضد المسلحين، ليس فقط من يرفض قاعدة الحديث عن تسوية وسلام وما إلى ذلك، لا، المسألة هي صفرية. الكيان الإسرائيلي ينظر لقطاع غزة كما وصفه كثير من قادته الأمنيين والعسكريين أننا نتحدث عن حيوانات، وهي لتبرير سردية القتل دون رحمة، وما نشاهده اليوم هو تفسير لهذه السردية. إذن هناك إجماع داخل الكيان الإسرائيلي بضرورة إنهاء حالة حماس، لكن أعتقد أن الخلافات هي بالطريقة والأسلوب، ويدخل ضمن هذه المسائل هي الخصومة السياسية. يعني هناك استثمار للكثير من السلبيات
التي وقعت في إدارة بنيامين نتنياهو لهذه الحرب، بالتالي يجري الحديث عنها ضمن إطار الخصومة السياسية، ضمن إطار الاحتراب الداخلي، لكن لا يوجد شخص من أقصى اليسار ومن أقصى اليمين لديه يعني فكرة التعايش مع حركة حماس أو من يحملون فكر حركة حماس أو التواجد ضمن إطار مربع تحكم فيه وتتواجد فيه حركة حماس. أنا أعتقد أن المسألة صفرية بالمطلق، ويجري النظر إلى قطاع غزة كما أسلفت لك نظرة صفرية، هذا القطاع برمته بكباره بصغاره. وتابعنا قبل يومين فيديو لأحد العسكريين السابقين يتحدث عن ضرورة قتل 100,000، يعني كان يتعين، هو يقول باليوم الأول يعني بالثامن من أكتوبر كان يتعين أن نقتل 100,000، وآخرين ذهبوا باتجاه نقتل الأطفال لأن هؤلاء بذاتهم هم إرهابيون، وإذا كبروا بطبيعة الحال هم سيتحولوا إلى حالة إرهابية تهدد الكيان والكينونة الإسرائيلية. أختم بالقول أن الكيان الإسرائيلي كان ينظر إلى قطاع غزة وإلى المقاومة في غزة على أنها يعني مجرد تهديد يمكن تقليم أظافره. اليوم نحن نتحدث عن تغيير في توصيف ما جرى في قطاع غزة، هو أصبح مهددا استراتيجيا، أصبحت قطاع غزة، مقاومة غزة هي مهدد استراتيجي لدولة الاحتلال، مع كل ما يترتب على هذه النظرة بطبيعة الحال من قرارات، من توصيات، من تحركات لإنهاء هذه الحالة. وما زلنا في اليوم 80 نتحدث عن إطلاق صواريخ من الشمال، ما زلنا نتحدث عن عمليات نوعية في الشمال، هذا الشمال الذي 125 كيلومتر من مجموع 360 كيلومتر، يعني بالواقع الموضوعي بالحسابات يتعين ألا تنطلق رصاصة واحدة من شمال قطاع غزة ومدينة غزة. اليوم نتحدث عن صواريخ تصل إلى تل أبيب. نعم. جميل، وبما أنك ذكرت الجانب العسكري دعنا نتحدث. أبو عبيدة قبل تقريبا ساعة أكد أن 28 جندي تم قتلهم وإصابة أيضا العشرات خلال 4 أيام فقط. نعم. وعلى ذكر يعني الجانب العسكري سيد عاطف، يعني تم إخراج لواء بكامله من قطاع غزة، هو لواء جولاني، وأيضا بحسب صحيفة هارست حماس تركز الآن على تكثيف الهجمات على لواء آخر وهو لواء جعفاتي وإخراجه من قطاع غزة بعد هزيمة لواء جولاني. كيف تقرأ ما حدث وهذه الاستراتيجية الواضحة من قبل المقاومة؟ يعني 80 يوم والمقاومة ما زالت صامدة ولديها استراتيجية واضحة. يعني يوم شطف بأنه اليوم الأسوأ في المعركة خلال 79 يوما، يوم أمس اعترف الجانب الإسرائيلي خلال 24 ساعة بمقتل نحو 15 عسكريا إسرائيليا. لا. وهذا أكبر رقم يعترف به الجانب الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، وهذا يعطي مؤشر على طبيعة العمليات على الأرض، حجم الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجانب الإسرائيلي. ولذلك هناك بالفعل هناك أزمة إذا نظرنا إلى المستوى الخسائر التي يعني يمنى بها الجانب الإسرائيلي بعد في الجولة التي أعقبت الهدنة. من الواضح أن مستوى عدد القتلى يزيد، معدلات القتل تزيد في صفوف الجانب الإسرائيلي. ما نشر أبو عبيدة هو قال نعم 48 جنديا قتلوا خلال 4 أيام. أشكرك على تعديل المعلومة سيد عاطف، صحيح 48 جندي. نعم. و28 مهمة تم إنجازها خلال 4 أيام، أشكرك سيدي. والفيديوهات التي تنشر من قبل كتائب القسام وكذلك سرايا القدس وبقية المجموعات توضح حجم الصعوبات التي يواجهها الجانب الإسرائيلي. أنا في تقديري الجانب الإسرائيلي يعني يسابق الزمن، هو يدرك أن الوقت الزمني، المدى الزمني المتاح أمام استمرار العمليات البرية بهذا الشكل بات الوقت ضاغطا، الفترة الزمنية محدودة، وبالتالي يقوم بعملية انتشار واسعة، وهذا يفسر حجم الخسائر الكبيرة. في نهاية المطاف الجانب الإسرائيلي أنا في تقدير العامل الميداني هو الذي سيحسم نتيجة المواجهة. يعني أنا استمعت كلام الأستاذ جهاد، بالتأكيد هناك حالة إجماع في المجتمع الإسرائيلي بين كل الأطراف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، هناك إجماع على أهمية القضاء على حركة حماس. ولكن كلمة السر في تقديري هي أن هذا يعبر عن الرغبة، عن الأمنيات الإسرائيلية،
ولكن الفارق كبير بين الرغبات والأمنيات وبين المعطيات على الأرض وبين الواقع. الرغبة الإسرائيلية بأن يتم القضاء على حركة حماس، ولكن الواقع يقول أن هذا الأمر مستحيل. الدليل على ذلك المفاوضات التي تمت للتوصل إلى الهدنة التي أتاحت إطلاق سراح عدد من الأسرى كانت مع حركة حماس. خلال الأيام الفائتة الأسبوع الأخير كان هناك عملية استجداء إسرائيلي، استجداء وأستخدم هذه الكلمة وأقصدها، كان الإسرائيلي يستجدي صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى، ووجدنا أن الطرف الآخر أو حركة حماس تغلق الباب تماما على أي صفقة جزئية، وتقول إما الجميع مقابل الجميع وإلا فلا صفقة. هذا يعبر لأي قارئ سياسي يقرأ الجريات في الميدان أن هذا يعبر عن موقف قوي. لو كانت حركة حماس تعيش حالة انهيار لحظة تراجع كانت ستحكم بأي هدنة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كما يتحدث الجانب الإسرائيلي، لكن أن تغلق الأبواب على أي صفقات جزئية وتقر على وقف إطلاق نار كامل، أن في تقديري الرسالة الموجهة للمجتمع الإسرائيلي العالم الشعب الفلسطيني أن المقاومة تتحدث من موقع الاقتدار. أعود، هناك فرق بين الرغبات، بين رغبات الإسرائيليين القضاء على حركة حماس وبين الواقع الذي يثبت أنهم مضطرون في نهاية المطاف للتعامل مع الأمر الواقع. هذه المعركة ستنتهي كما انتهت جولات سابقة. صحيح أن الكيان الصهيوني المجتمع الإسرائيلي يشعر أن الخطر وجودي الذي تمثل المقاومة في قطاع غزة، ولكن ما الخيارات أمامهم؟ 80 يوما حاول من خلالها أن يقضي على هذا الخطر، مصدر الخطر والتهديد عسكريا، فشل في ذلك. هل يواصل؟ وهل لو استمر فترة إضافية سيتغير الواقع؟ أعتقد الجانب الإسرائيلي لديه شكوك بذلك. نعم، أنت كنت تتحدث سيد عاطف، ونحن نتابع هذا الفيديو، فيديو نشرته تقريبا قبل ساعة كتائب القسام للمعارك شمال قطاع غزة. مما يتعلق بخسائر العدو سيد جهاد، يعني نتابعنا هناك رقابة عسكرية مبالغ فيها، هي تمنع التداول الإعلامي لعدد القتلى للخسائر العسكرية أيضا في صفوفها. ما يعني مؤشر لماذا كل هذا يعني الرقابة الصارمة؟ طبعا هذه ليست جديدة، هذه سياسة الجيش الإسرائيلي منذ قيام دولة الاحتلال. المجتمع الإسرائيلي مجتمع مرفه في طبيعته، لا يحتمل صدمات من قبيل ما جرى في 7 أكتوبر. يعني ما زلنا نتعاطى مع قيادات الاحتلال، مجتمع الاحتلال العسكرية الأمنية السياسية ما زالوا يتعاملون بالرأس الحامي أنا أسميها، يعني لم يفيقوا بعد من صدمة 7 أكتوبر، وهو ما يبرر هذه السادية في القتل في قطاع غزة. أنا أظن أن هذا الإخفاء هو جزء من سياسة فهم طبيعة المجتمع الإسرائيلي. لا يمكن بالمطلق أن يأتي الحديث على سبيل المثال إذا كانت المقاومة قد قتلت مثلا 20 أو 25، وهذا وارد بكل الأحوال، يعني ما يشاهد ويتابع من فيديوهات المقاومة يتحدث عن هذه الأرقام بصورة صحيحة. لا يمكن أن يقال أن تم تدمير دبابة بداخلها 10 أشخاص على سبيل المثال، لا يمكن الحديث عن تدمير عربة النمر التي جرى الحديث عنها قبل 3 أسابيع على سبيل المثال وقتل فيها 9. بالتالي ما يجري نشر أسماء ونشر أعداد القتلى هؤلاء لأشخاص برأيي قتلوا قبل أسبوع أو قبل 4 أيام، لأنه لا يمكن الإعلان عن أسماء من قتلوا دون أن تكون هناك مراسم رسمية ويجري التثبت ويجري عمل جنازة ويجري ترتيبات عسكرية وإبلاغ الأهالي. يعني ما يعلن، يعني غدا على سبيل المثال أنا أتوقع عندما نفتح شاشات التلفزة في 10:50 سيبدأ الحديث الإعلان عن قتل 3 جنود، 5 جنود من بينهم 4 ضباط. هؤلاء ماتوا وشبعوا موتا قبل أسبوع أو 3 أسابيع، ويجري حالة التدريج النفسي، وهذا أسلوب اعتاد عليه المجتمع الإسرائيلي. لكنه مهما كانت المسألة فيها تعمية، أنا أعتقد أننا بتنا اليوم أمام حالة خارج إطار الرقابة الإعلامية. اليوم لدينا وسائل التواصل الاجتماعي، أنا أعتقد أن المجتمع الإسرائيلي ومن خلفه عائلات 350 ألف جندي ما بين جندي
نظامي وما بين جندي احتياط، هم جميعا يترقبون، هم جميعا يسألون ماذا حصل، هل قتل، لم يقتل، هل جرح، لم يجرح. بالتالي أنا أعتقد أن هناك موثوقية أصبحت فيما تنشره المقاومة ويتحدث فيه أبو عبيدة، بالتالي لم تعد الرقابة الإعلامية والعسكرية الإسرائيلية قادرة على إخفاء الحقائق. وأنا أعتقد إذا بتلاحظي أستاذة أماني، ما بعد الهدنة بدأنا نشهد إخراج أن لدينا 3000 جندي معاق إعاقة كاملة مثلا، لدينا 5000 جريح، يعني الأرقام بدأت تخرج لأن الأعداد الضخمة في المستشفيات لا يمكن التعمية عليها، لأن المستشفى فيها موظف إداري وفيها ممرض وفيها عامل نظافة وفيها صحفي وفيها زائرون، بالتالي ينقلون ما يجري. كثرة الأعداد المتواجدة داخل المستشفيات هي من دفعت دفعا بالجيش الإسرائيلي للحديث عن عدد الخسائر، لكن بنظام القطارة بطبيعة الحال، لأن ذلك سيحدث صدمة. نقول صدمة لأن ما جرى في 7 أكتوبر كما أسلفت ما زال يشكل صدمة، فما بالنا يعني ذهبنا لننتقم من 7 أكتوبر فإذا بنا أمام 7 أكتوبر جديد، وعداد القتلى من الضباط ومن الجنود الإسرائيليين ما زال يسير. وهناك بعض التسريبات والمعلومات تتحدث عن أن من يجري الإعلان عن مقتلهم هم فقط اليهود الإسرائيليون، في حين أن المرتزقة الذين جاءوا وشاركوا لا يجري شملهم ضمن قوائم القتلى. وهذا يعكس أننا أمام يعني مقتلة كبيرة جدا تجري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وما ينشر من أرقام يكشف عنها الجيش الإسرائيلي بروايته التي لا نصدقها، ما زالت حتى في ذات السياق العام ما زالت مرتفعة وما زالت عالية. ولو بقي العداد ضمن هذا النمط من القتلى في الضباط، في يعني على سبيل المثال خلال أقل من 24 ساعة نحن أمام 15 قتيلا إسرائيليا، صحيح، ما بين ضباط وما بين جنود. فهؤلاء من اليهود الإسرائيليين، فما بالك لو تم الكشف عن أعداد القتلى من المرتزقة الآخرين الذين لا يدخلون ضمن قوائم الجيش الإسرائيلي. وعلى ذكر الأعداد، الآن يخبروني الآن الزملاء من الكنترول الآن حصيلة تم إعلانها، عدد القتلى في صفوف العدو منذ بداية العدوان وحتى اليوم 485 بين جندي وضابط. سيد جهاد، سيد عاطف، بما أننا نتحدث أيضا عن الآن عن المعركة عسكريا يعني وتفوق المقاومة، محللين عسكريين أيضا يتبعون العدو يتحدثون أن أنفاق المقاومة عاقتهم الاستيلاء على قطاع غزة، كيف شكلت هذه الأنفاق عامل قوة بالنسبة للمقاومة التي ما زالت للآن تسيطر على الميدان؟ بالتأكيد يعني الجانب الإسرائيلي يقول بشكل صريح أنه فوجئ بحجم الأنفاق، كانت لديه معلومات سابقا لكن الواقع أقسى بكثير وأكبر بكثير من التوقعات الإسرائيلية. الأنفاق هي نقطة قوة للمقاومة، وفي تقديري يعني ربما من أهم الصعوبات التي يواجهها الجانب الإسرائيلي، إضافة للجرأة العالية، المعنويات العالية، الحرفية العالية للمقاتل الفلسطيني، الأنفاق بالتأكيد هي مصدر قوة ومصدر قلق للجانب الإسرائيلي. أنا تابعت التصريحات التي صدرت عن المستوى العسكري خلال الماضي، الجميع يتحدث عن عنصر المفاجأة في مستوى هذه الأنفاق، سواء من حيث المدى الموجود، من حيث الإمكانات المتوفرة، من حيث العمق، يتحدثون عن عمق 50 مترا هذه الأنفاق وشبكات حتى في قطاع غزة، ويكون أن ما تحت الأرض ربما يكون أوسع مما هو تحت الأرض، يتحدثون عن عدة طبقات الأنفاق. نظن هذا الأمر من قبيل المبالغات في بداية الأمر، لكن تبين أن بالفعل هذه شبكة أنفاق معقدة وتم بنائها بحرفية عالية، وما زال يعني ما يكشف الجانب الإسرائيلي هو ينشر بعض الصور لبعض الأنفاق التي تم الوصول إليها. هذه لا تشكل إلا بسيطا من حجم الأنفاق الموجودة، في تقديري جزء كبير من هذه الأنفاق ما زالت تستخدم بشكل عنصر قوة للمقاومة، مصدر قلق للجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي فوجئ بالمستوى التالي لحركة حماس، فوجئ بشبكة الأنفاق الواسعة، ولذلك هذا يفسر بعد 79 يوما أنه عاجز عن تحقيق أي إنجاز،
وبالتالي هو الآن في مأزق. يعني إذا أردت أن ألخص الواقع الذي يعيشه نتنياهو والجيش الإسرائيلي في اللحظة الراهنة، أنا في تقديري الإسرائيليون اليوم في مأزق، عليهم أن يبحثوا عن مخرج من هذا المأزق، ليس فقط سياسي عسكريا من المأزق، على المستوى السياسي اليوم الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية معزولان، وهذا يوضح التصويت في مجلس الأمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الولايات المتحدة تقف وحيدة منفردة، حتى حلفائها من الأوروبيين يصوتون لصالح وقف إطلاق النار، الطرف الوحيد في العالم إضافة للجانب الإسرائيلي الذي يعارض وقف إطلاق النار اليوم هو الولايات المتحدة. صحيح، وسنأتي على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية سيد عاطف، ولكن دعونا نشرك أيضا سيدة اللواء المتقاعد عبدو شديفات الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير سيدة اللواء. مساء الخير أخت عناني، مساء الخير لضيوفك. تحية لك وأشكر انضمامك معنا سيدة اللواء. إذا نحن نتحدث 80 يوم الآن من عمر هذا العدوان على قطاع غزة، تقييمك لأداء المقاومة، خصوصا يعني صحيفة هارس تتحدث عن تكثيف الهجمات من المقاومة لإخراج ألوية من قطاع غزة، ما تقييمك لسير المعارك حتى اليوم؟ واسمحي لي بداية أقول أن القادم إن شاء الله أفضل للمقاومة، وسيكون عسيرا على الجيش الإسرائيلي الذي يتغنى ببعض الألوية ومهارتها وتسليحها واستعدادها، ولكنه يفاجأ بين حين وآخر بمهارة أشد عنفا وأكثر تخطيطا وأكثر إصرارا وأكثر يقينا وأكثر ثقة من جانب المقاومة التي تضفي كل يوم تقنيات جديدة ومفاجآت جديدة عندما تحول السلاح الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي والذي لم ينفجر تحوله إلى متفجرات لقتل هؤلاء الجنود بسلاحها، فهذا معجزة كبيرة جدا تستخدمها المقاومة وتفاجئ بها قوات العدو. المقاومة ما زالت تشتبك بضراوة مع الجيش الإسرائيلي، وأي جنود يترجلوا من آلياتهم هم أصبحوا هدف وهدف ثمين للمقاومة، إما يدمر عليهم أي منزل يلجأ إليه أو إذا جاءوا من أجل أن ينقذوا بعض من أصيبوا أو أن يأخذوا يخلوا بعض الجثث فالمقاومة لهم بالمرصاد. رأينا المقاومة بكل إمكانياتها البسيطة ولكن العزيمة ترتقي على كل شيء، المعنوية هي التي تقاتل وليس السلاح، الجبن والخوف والتردد. رأينا في وجوه القادة من أعلى قيادة إلى أقل قيادة، سواء قيادة عسكرية أو قيادة سياسية، والرئيس الإسرائيلي قبل دقائق من الآن كان يحاول أن يلملم الفرقة التي وصلت إليها سواء القيادة العسكرية أو القيادة السياسية. القيادة العسكرية تعاني معاناة كبيرة جدا في الميدان، والقيادة السياسية تعاني معاناة أيضا كبيرة في أن تجتمع على كلمة واحدة أو رأي واحد، هناك تشتت بالآراء، وكل هذا ينعكس على الوضع الميداني ويعطي المقاومة الفرص السانحة، الفرص القوية، الفرص الثمينة أن تزيد من قدرتها وتزيد من اصطياد هؤلاء الجنود داخل الآليات أو خارج الآليات عندما يترجل منها. اليوم عندما نتحدث عن أربعينات قتيل خلال 24 ساعة أو 35 آلية وربما أكثر خلال هذا الوقت أيضا، هذا ليس بالقليل وهذا مؤشر. اليوم الجيش الإسرائيلي كان من بداية الدخول البري يقول بأنه قضى على الوجود حماس في شمال غزة، اليوم كل المعارك تدور في شمال غزة، ومشاهد جباليا كل يوم تنتفض بشيء جديد. وأنا أترك على القناة المحترمة الطيبة ذكرت مرتين منطقة جحر الديك، في اليوم الأول ذكرت يوم الخميس، يوم الجمعة كان إعلان عن مقتل عدد، اليوم أيضا تعود جحر الديك منطقة الزعتر خان يونس منطقة رفح
كل هذا المقاومة بكل فصائلها تظهر جزء قليل جدا مما تقوم بتصويره، ما لا يصور أكثر بكثير. نعم، وعلى ذكر العملية البرية، يعني منذ بدأ هذه العملية البرية بالنسبة للعدو سيدة اللواء، ما الذي تحقق للعدو؟ يعني هل هناك أي تحقيق هدف معين أو حتى اختراق؟ بكل أسف يعني أنا بقول هو كان يعلن عن أهداف، وهذه الأهداف سمع بها العالم كامل أنه يريد تحرير الأسرى، فمن حرر من الأسرى؟ هل هم يقتلون الأسرى؟ قتلوا؟ نعم. هم يقتلون الأسرى ويأخذون جثثهم إذا عادوا ليأخذوا الجثث. من استنجد بهم من الأسرى من أجل أن يحرروا لقي حتفه. قالوا بدنا نقضي على حماس. لم أرى سوى بعض الأفلام التي يظهرونها ويفبركونها في كثير من الأحيان عن الأنفاق. الأنفاق كانوا يقولوا أنها في شمال غزة تم تدميرها منذ معارك سابقة، وتغنوا بهذا الأمر أنهم دمروا الأنفاق، ولكن تفاجئنا الأنفاق اليوم بأنها شبكة ومدينة تحت مدينة غزة، ربما مساحتها أجزم أن مساحتها ربما تضاهي المساحة مساحة الأرض التي فوقها، هذا إذا لم تكن من طوابق وتكون لها مداخل، وربما تكون متاهات لدخول مجموعات أكبر من اليهود ومن هذه العناصر الإسرائيلية إلى وسطها. قبل قليل ذكر أحد الزملاء تحدثت معهم أن مزدوجين جنسية لا يعلن عنهم، وهذا وارد. نعم. لأن الكذب الإسرائيلي وصل إلى كل العالم، وهم يقولون لبعضهم من خلال إعلامهم أن الكذب يعني أصبح هو سلاحهم. اليوم يمنع على الجندي الإسرائيلي أن يستمع لأي محطة إعلامية. نعم. إلا الإعلام الصهيوني، يمنع الإعلام الصهيوني بالحديث عن الأسرى أو الحديث عن المقتولين. نعم. أو الحديث عن التدمير أو الحديث عن المحادثات. ما الذي سيتحدث به الإعلام الإسرائيلي للجند الإسرائيلي ليكون مضلل؟ ولو وصلته معلومات القتل الحقيقية سيترك سلاحه تلقائيا ويهرب من المعركة، وهذا بإذن الله القادر. نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي السيد سيدة اللواء المتقاعد عودش ديفات، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. سيد جهاد، قبل أن ندخل الحلقة تحدثنا عن الموقف الأمريكي، وكما تحدث اليوم نتنياهو أبلغ بايدن أنهم سيحاربون حتى تحقيق النصر المطلق. كيف تقرأ يعني تصريحات بايدن المتلونة من فترة إلى أخرى، والموقف الأمريكي اللامحدود وهذا الفيتو، ويعني طبيعة ما يجري حاليا من الموقف الأمريكي؟ نعم، طبعا أؤكد في البداية أن التصريحات ليست قرارات. يعني ليس بالضرورة ما يقوله الرئيس الأمريكي أو بنيامين نتنياهو أو أركان الكابينيت الإسرائيلي أو أي رئيس حتى داعم ومغطي للإبادة في قطاع غزة من قادة العالم الذين يدعمون استمرار العدوان، ليس بالضرورة التصريحات أن تعكس الحقائق. الفعل على الأرض هو الذي يحكم عليه وليس أي شيء آخر. بالتالي ما تحدث به الرئيس الأمريكي أنا أعتقد أنه كان للداخل الأمريكي وليس لجبهة الحرب الداخلية وليس لنتنياهو. أعتقد أن حسابات الانتخابات الأمريكية بدأت بالسخونة، بالتالي كان يتعين على الرئيس بايدن أن يعاكس. يعني إن تابعنا قبل 10 أيام بايدن الذي تحدث قبل 10 أيام ليس بايدن الذي تحدث بالأمس. بالتالي أنا أعتقد أن جزء من هذه التصريحات هي رسائل للداخل الأمريكي، سواء للتيار الرافض داخل المجتمع الأمريكي بأن الدعم الأمريكي ما زال مستمرا، وأيضا هي يعني نوع من المغازلة لمراكز الضغط الإسرائيلية والصهيونية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا أعتقد أن يتعين التركيز بصورة رئيسية أن من يقود الحرب في قطاع غزة هي الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أشبه المسألة بأن الجيش الإسرائيلي ودولة الاحتلال هي عبارة عن الأداة، مثل شخص يعني يلعب بلاي ستيشن وبين يديه يد
أنا أعتقد أن الشخص الذي يلعب هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي يحرك. الولايات المتحدة الأمريكية أرادت كل شيء حصل منذ اليوم الأول لهذا العدوان، أرادته بالكامل، بالعدد، بالهدم، بالردم، بقتل الأطفال، بقتل النساء، وأرادته أيضا لما نعيشه اليوم وما سيحصل بالكامل. الولايات المتحدة الأمريكية هي رأس الحربة في هذا العدوان. أنا أعتقد أن التفريق بين سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وبين الكيان الإسرائيلي فيما يخص غزة يتعين إعادة التعريف بالكامل، لأن هذه مسألة مرتبطة بالوعي. نحن نتحدث عن الولاية 53 في الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نتحدث عن الجيش الإسرائيلي هو عبارة عن قوة خاصة متقدمة للجيش الأمريكي في المنطقة، بالتالي التباين الذي قد يحصل ما بين الموقف هنا والموقف هناك، والبعض يذهب باتجاه بعيد لقراءة أن بايدن قد رفع السقف بوجه نتنياهو أو بايدن قد خفض السقف، أعتقد أنها كلها رسائل لا يمت شيء منها لأرض الواقع. الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة الأولى والأخيرة عما يجري في قطاع غزة من محرقة، وهي مشتركة بصورة رئيسية وتلعب الدور كاملا. وعندما يأتي سوليفان أو يأتي لويد أوستن وزير الدفاع أو يأتي بلينكين ويتحدثون، هذا يعطي رسالة من اليمين، وهذا يعطي، هذه كلها وسائل أمريكية، لكن النتيجة واحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت كل ما حدث ويحدث وسيحدث في قطاع غزة من مقتلة ومن محرقة. وعطفا على كلام السيد جهاد، سيد عاطف، يعني إذا كان هناك يعني المقاومة صامدة وتحقق يعني انتصارات، وهناك إخفاقات عسكرية وانقسامات في الداخل الإسرائيلي، وهناك أيضا ضغوطات داخل مثلا الولايات المتحدة الأمريكية وحتى ضغوطات عليها داخل ومن قبل المجتمع الدولي، فما قيمة كل ما يحدث وهناك دعم لا محدود يقدم للعدو؟ بالتأكيد، يعني الجانب الأمريكي شريك كامل في العدوان منذ اللحظة الأولى وحتى الآن، هذا لا خلاف عليه. هي وفرت الغطاء السياسي بشكل كامل للجريمة الإسرائيلية في قطاع غزة، وهي التي زودت بالسلاح والعتاد، ولولا ذلك لم يكن الجيش الإسرائيلي قادرا على الاستمرار كل هذه الفترة، هذا لا خلاف عليه. ولكن هل هناك تباينات بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي؟ أنا في تقديري نعم، هناك تباينات حقيقية. ما يقول بايدن وبلينكين في التصريحات الإعلامية، أعتقد أن ما يقال في الغرف المغلقة وفي الاتصالات ومن قبل المسؤولين الذين زاروا تل أبيب خلال الأسبوع الماضي، سواء وزير الدفاع لويد أوستن أو مدير الأمن القومي جيك سوليفان، لا، أنا أعتقد أنهم تحدثوا بطريقة مختلفة، بلهجة مغايرة مع الجانب الإسرائيلي، ولكن هم يتجنبون أن يتحدثوا علنية عن أن الجانب الأمريكي يمارس ضغوطا على الجانب الإسرائيلي. أنا أعتقد هناك تباين بين اللغة التي تطرح في الإعلام، وهذه تريد أن تخفف الضغط على الجانب الإسرائيلي، لا تريد أن تظهر أن هناك تباينات حقيقية بين الطرفين، ولا تريد أن تظهر أن أي تراجع سيحصل في العمليات العسكرية خلال الأيام القادمة جاء نتيجة الضغط الأمريكي. هو ينفي أن هناك ضغوطا أمريكية على الجانب الإسرائيلي من أجل تغيير نمط الحرب، لكن هذا الأمر حقيقة حصل في اللقاءات والاتصالات غير المعلنة. لكن هناك حرب نفسية، هناك فضاء إعلامي، بالتأكيد هم ليسوا معنيين برفع الغطاء عن الجانب الإسرائيلي. هذه المسألة تحتاج إلى تدقيق. أعتقد أن الجانب الأمريكي أدرك قبل الجانب الإسرائيلي أن هذه المعركة لا تحقق نتائجها، لا تحقق أهدافها. أنت سألت عن لواء جبعاتي جولاني، لماذا يخرجان من المعركة؟ لأن هناك أزمة في هذه الألوية. هذه الألوية تصنف بأنها ضمن ألوية النخبة. 80 جندياً من لواء جولاني تم تحييدهم، قتلهم خلال الفترة الماضية، وكذلك جبعاتي مني بخسائر أكبر من اللواء الآخر، بالتالي هناك أزمة على صعيد الجانب الميداني، هناك أزمة لدى الجانب الإسرائيلي عفوا الأمريكي على المستوى السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الحسابات الأمريكية الانتخابية متضاربة، هناك خلاف داخل الحزب الديمقراطي، استطلاعات الرأي تظهر داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك أكثر من نصف الأمريكيين مع وقف إطلاق النار، ولا يرون أن المعارك تسير باتجاه يخدم الجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي. نعم. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تدفع أثمانا كبيرة نتيجة الدعم والتناهي الكامل مع الجانب الإسرائيلي. هل هذا سيدفعها لرفع الغطاء عن الجانب الإسرائيلي؟ لا أعلم ذلك،
هي بالتأكيد إسرائيل بين مزدوجين، هي وكيل، هي كيان وظيفي يحقق أو يقدم الخدمات للجانب الأمريكي، هي معنية بأن لا تخرج إسرائيل صورة المهزوم من هذه المعركة. في تقديري الفترة القادمة سنشهد عملية الخروج من المأزق الحالي، البحث عن وسائل للنزول عن الشجرة كما أشار أستاذ جهاد في بداية الأمر. ولكن في هذه اللحظات ينبغي أن يظهر الجانب الإسرائيلي والأمريكي أعلى درجات القوة في التصريحات الإعلامية. هل هذا يعبر عن واقع الحال، عن طبيعة القرارات التي ستتخذ خلال الفترة القادمة؟ أعتقد علينا أن نتريث قليلا. جميل، وأنقل هذا السؤال للسيد جهاد بعد قليل، وأشكر تواجدك معنا السيد عاطف الجولاني المحلل السياسي المعروف وعضو الأمانة العامة في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. سيد جهاد، إذا هل سنشهد الفترة المقبلة الخروج من هذا المأزق والنزول من الشجرة كما بدأت حديثك في بداية الحلقة؟ أنا أعتقد برأيي الشخصي وبناء على المعطيات والأرقام أننا في ربع الساعة الأخيرة لهذه الحرب، وأعتقد أن ما كان قبل الهدنة يختلف بشكل كبير عما كان بعدها. أظن أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعتقد أنه من خلال هذا العدد الضخم من الشهداء، هذا العدد الضخم من الجرحى، هذا العدد الكبير من الهدم، نحن نتحدث عن 70% من بيوت سكان قطاع غزة، إما هدم كامل أو جزئي. الجزئي لا يستطيع النازحون العودة إليه إلا بعد سنة سنتين، لأنه يحتاج إلى تعديلات. بالتالي أنا أظن أنه إذا أراد أن يستخدم أسلوب الردع والقتل والهدم كان يعتقد أنه سيأتي بنتيجة ويقدم تنازلات للمقاومة على طبق من ذهب ويقول له يعني لم نعتقد أن المسألة ستذهب إلى هذا المربع، نحن آسفون، ثم يهرع إلى القاهرة وإلى الدوحة، جدوا لنا مخرجا، يعني بمعنى نعكس الآية، ويحتاجهم إلى سلم لينزلوا من خلاله عن الشجرة. أنا أظن أن المسألة هي أصبحت عكسية، بمعنى إذا كان الاحتلال الإسرائيلي قد دفع بكل قوته بكل جبروته بكل إجرامه ليأتي بثمرة من الفلسطينيين في قطاع غزة وليس من المقاومة، يعني حتى هذا اليوم لا نرى شخصا يخرج ويتحدث أن المقاومة عليكم أن تتوقفوا. صحيح. تحدثوا عن هدنة، اذهبوا لهدنة، لقد تعبنا، لقد جعنا، لقد كذا كذا إلى آخره. أنا أعتقد أن الإنسان العادي البسيط ربما ليس مؤيدا للمقاومة في قطاع غزة، حين يتحدث إلى الإعلام يحمل المسؤولية كاملة إلى الاحتلال الإسرائيلي ويقول هؤلاء الأطفال ما ذنبهم، لماذا قتلتموهم. إذن نحن نتحدث عن مجتمع أصبح لديه يعني مشكلة رأسية مع الكيان الإسرائيلي، وهو ليس قد يكون ليس من دائرة المقاومة. صحيح. أو من أنصارها. أنا أظن أن مع كثرة أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي ومع الضغط الموجود داخل مجتمع الأسرى الموجودين، نعم، مع ارتفاع وتيرة الحديث، يعني إيهود أولمرت رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي السابق يعتبر أعلى منصب في الشخصية السياسية يطالب بشكل رئيسي بوقف إطلاق النار ووقف هذه الحرب، ويرى أن بنيامين نتنياهو يستخدم الجيش ويستخدم الدولة باتجاه خدمة مشاريع شخصية والابتعاد عن المحاكمة. بدء صعود أمثال هذه الأصوات، وتحدثت قبل قليل عن يائير جولان نائب الأركان السابق عندما بدأ يتحدث عن أننا نسير باتجاه الهاوية دون تحديد لهذه الأهداف. أنا أظن أن جملة العوامل الدولية أيضا، هناك انسحابات من دول كبرى كانت تغطي استمرار العدوان على قطاع غزة، كلها انسحبت من هذه العباءة، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها هي فقط من تغطي هذا الإجرام. أظن أن هذه العوامل كلها مجتمعة ستدفع باتجاه الكيان الإسرائيلي أن يوضع بالزاوية وأن يبحث بصورة فعلية وحقيقية عن سلم آخر، سلم آخر للنزول أكثر عن شجرة الأهداف الفضائية التي وضعها بنيامين نتنياهو والكابينيت الإسرائيلي في بداية هذا العدوان. أعجبني أهداف فضائية فعلا سيد جهاد. وقبل الختام، هناك خبر عاجل، مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال في بلدة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية. أشكر تواجدك معنا سيدي الكاتب والمحلل السياسي المعروف السيد جهاد أبو العيس. شكرا جزيلا لانضمامك معنا، ونشكر كل من انضموا معنا في حلقة الليلة. سيد عاطف الجولاني المحلل السياسي وعضو الأمانة العامة في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.
البرنامج. وأيضا كان معنا عبر الهاتف سيدة اللواء المتقاعد عودة شديفات الخبير العسكري والاستراتيجية. بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية وعشت فلسطين.